نادين سيبن جيم وتجربتها مع ميك اب فوريفر تصل إلى بيروت بعد جولة بين دبي وجدة والرياض. بحب كتير كون قريبة من العالم. ما هي الأعمال الأكثر مشاهدة على يوتيوب؟ أسبوع الموضة المحتشمة في دبي. بشرفني أني مشاركة بهيدي الإيفنت. أفلام هوليوود الجديدة تجمع كبار النجوم. ما هو الفستان الأفضل والأسوأ في مهرجان دبي السينمائي؟ فستان بحد ذاته حلو بس منه فستان خرج ريد كاربت. محمد حمائي حصرياً في عرب وود. ماذا قال النقاد عن مهرجان دبي للسينما؟ كل فيلم إلى مكانه. واشتعلت المواجهة بين راغب علامة والمخرج سيمون أسمر. حكي كلام غير حقيقي. الجزء الثاني من أسرار كاثرين موكا والأميرة ديانا. I remember on this occasion she was visiting the Royal Brompton Hospital. خلونا نبتدي حلقة عرب وود الليلة. أكيد كلنا فخورين لما نشوف نجماتنا صاروا علامات تجارية وإعلانية للكثير من الانترناشنال براندز. أوكي؟ خصوصا بعالم الميك اب. شفنا ليتلي بي ان ان 1 بالمغرب مع مايا دياب اللي كانت احتفلت مع الافتتاحية. نادين اور بيوتيفول نادين سيبن جيم اللي صارت هي الامباسادور بتاع ميك اب فور ايفر في دبي. كانت كثير من الايفنت واحنا فخورين جدا فيها. وطبعا نادين هلا رجعت بلال على بيروت وتألقت بميت اند جريت مع ميك اب فور ايفر. أطلقت النجمة نادين جيم تعاونها مع ميك اب فوريفر من خلال حفلة في بيروت بحضور عدد كبير من جمهورها اللي التقطوا معها الصور وتجمعوا حواليها. أنا مع ميك اب فوريفر كبراند امباسادور لبرودكت اسمه Artist Face Color يلي شافوه كل العالم بالفيديوز اللي نزلوا على يوتيوب اوف ميك اب فوريفر. نحن عملنا كذا appearances بالدول العربية وآخر appearance عملني هلا هون ببيروت بالأباسي فيردان. ومن بعد ما الناس طالبت كتير بالقلق الان باليت اللي نزلت اول مره بدبي بسيفورا اكسكلوزيف صار في كثير طلب عليها فقررنا نعمل هالابيرنس وتلانشت ببيروت. كلمتنا نادين عن محبة الناس ليها والإجماع على جمالها وموهبتها. أنا بحب كتير كون قريبة من العالم، بحب هيك أتعرف على العالم، بحب كمان ألمس محبتهم يعني face to face. بس عن جد ما بحس بالتعب إلا لما بيوصل إنه بيخلص الوقت لأنه بحب إني كون قريبة من العالم. بعد نشر صورتها مع الفنان أحمد عز انتشر على السوشيال ميديا خبر تعاونهم مع بعض في مسلسل جديد. No at all. أنا بصراحة التقيت فيه بدبي فيلم فيستيفال وأنا من أشد المعجبين فيه لأحمد عز فكانت صورة عادية. كشفت لنا نادين عن أسباب انقطاع الثنائي بينها وبين الفنان تيم حسن. جيت أنا قلت أنا رح روح أعمل مسلسل بعيد عن الهيبة. قامت الأيام وما قعدت أنتوا بتلبقوا لبعض كيف بتتركوا بعض؟ عن جد أول مرة بنقعد هيك بالمكتب محتارين يعني قلتوا كفى 3 سنين ورا بعض كفى جينا انفصلنا العالم سكرت معه خلص هيدا الشيء صار بس انه يمكن نرجع نلتقى. انا اعطيتك ثقتي وانت ما وفيت بوعدك. نادين كشفت لكاميرا عرب وود عن تفاصيل مسلسلها الجديد طريق مع الفنان عابد فهد اللي هيتم عرضه في رمضان المقبل. مسلسل حلو اجتماعي متوجه اذا بدك بشكل هيك شوي للمرأة أكتر بتشوف وبتسمع حواليك إنه في كتير بزنس وومن أو يعني حدا عنده بزنس كبير أو بدير مكتب كبير أو شركة وات إيفر يعني. ومن ناحية تانية المعالجة التانية هي لما اثنين يتزوجوا كل واحد من بيئة وديفرنت باك جراوند يعني كثقافة وكعلم كمان قديه هيدا الشيء كمان بأسرع حياتهم الزوجية.
بلال، مكملين بتغطية فعاليات مهرجان دبي السينمائي يلي السنة اهتم باليوتيوب. فعلا كيف كل هالإندستري سينما والتلفزيون صارت على الإنترنت نتفليكس وغيرهم، فخلونا نشوف حسب التقرير التالي من هي الأعمال اللي كانت أكثر مشاهدة على يوتيوب. أعلنت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في تركيا للعام 2017، حيث احتل إعلان الخامس من فيلم رجب أفيديك المرتبة الأولى، ووصلت نسبة المشاهدة إلى 61,137,755. الفيلم كوميدي ويعتبر نسخة تركية لفيلم اللمبي المصري، وهو الأعلى إيرادات في شباك التذاكر لسنة 2017، مع العلم أن الفيلم كان الأعلى إيرادات ومشاهدة في كل أجزائه. يا بيز بنا عجبا بيلا أوتو تشا كبابا جيبي ديل دي دينر جيبي ديك مي يفايدك أياخلاني بتي فروس بنا مشاندا أو شكل دا أياخلاري يانر أتش موجي آه جتم يعني يا تنلات أني يبدو تطفان جيرزك تنلات. أما المسلسلات، احتل المسلسل العسكري العهد المرتبة الخامسة ضمن الأعلى مشاهدة في تركيا لهذا العام، فقد وصل عدد مشاهدات الحلقة الأولى إلى 14,486,480. شو يوصى؟ Birimizden biri eksilse... أما الأكثر تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم اختيار الثنائي ألشين سانجو وباريش أردوش بطلي حب للإيجار، إذ أن مستخدمي تويتر كانوا الأكثر تفاعلاً مع حساباتهم الرسمية. في حين أن الهاشتاج الأكثر تفاعلاً لسنة 2017 على تويتر احتل به نجم مسلسل سراج الليل ستشين أوزمير المرتبة الثالثة. Patron ne yapıyorsun sen ya? Teo bırak indireyim şunu. Patron bak o senetleri almamız lazım. Sakin ol. Sakin ol yapma. Vay seni. في حين جاءت ألشين سانجو في المرتبة الخامسة. مكملين معكم أرابود from London. رح نروح على فاصل قصير ونرجع، ما تروحوش بعيد تفضلوا. كيف أطلت المرأة المحتشمة في أسبوع الموضة؟ هي لك أكثر إثارة. ما الذي يجمع ليوناردو دي كابريو ومارجو روبي؟ النجمات الأسوأ والنجمات الأفضل من هن؟ هند صبري للممثلة المشهورة. إلياس دمار يفصل الأحداث في مهرجان دبي السينمائية. فيني استخرق ثغرة طلعمك عليه 7 سنوات من قبل 125 استماع عالمي. كيف قيم راغب علامة 2017؟ كانت سنة ممتازة. كاثرين ووكر والأميرة ديانا في عربود من جديد. أسابيع الموضة عم تنتشر وبتكثر تحت عناوين كثيرة ومختلفة، and it's all for the good sake of fashion. واحنا مبسوطين طبعا، هيدا أكثر شي بتحبه انت. exactly. ففي صار في اسم جديد لعالم الموضة اسمه دبي مودست فاشن ويك، وهو للسيدات المحتشمات، لأزياء خاصة بسيدات يمكن متحجبات وبيحبوا لوكات معينة. and I think it's beautiful concept. حلو كثير وفكرة هيك جديدة فينا نقول نوعا ما. طبعا من خلال تغطية أرب وود رح تعرفوا كل جديد يلي مرق بهالأسبوع هيدا. بحضور العديد من الفنانين ومصممي الأزياء انطلق أسبوع الموضة الحشمة في دبي، دبي مودست فاشن ويك. بمجرد وصولنا لبرج خليفة بارك لفتتنا الأزياء الراقية واللمسات الإبداعية. أنا كتير انبسطت لما دعوني وقالوا لي إنه هذه أول مرة بتنعمل بدبي وإن جنرال يعني بالعالم كله،
انبسطت كتير، واكيد انا يعني بشرفني اني مشاركه بهيدي الايفنت، وبدي اقول لهم جود لك وكيب اون. انا حرصت اني في هذا المعرض تحديدا اني احضر لانه يتكلم عن الموضه المحتشمه. الموضه المحتشمه هي مطلوبه بالذات في هذا الوقت الصعب، لان الجيل الجديد صار يقلد تقليد اعمى، لذلك هذه النوعيه من الفعاليات انا احس ان هي ممكن تعزز المساله هذه، تعزز مبادئنا وشيء جديد. والدوره الاولى يعني هذه شيء جميل، وفي دبي، دبي لا زالت تدعم هذه النوعيه من الايفنتات اللي تحرص على الاحتشام والاحترام. اليوم بشوف الموضة على جمالها، لأن كانوا يفتكرون دائما أن كل ما زاد احتشامك يعني معناته ما في موضة، فاليوم هني بيثبتون لهم العكس، أنه وأنت محتشم بإمكانهم أن يعملوا لك موضة تطلع جميلة ومحتشمة ورائعة. فأنا جاي اليوم عشان أتعلم وعشان أؤكد وأثبت أن حلاوة الموضة المحتشمة، مع أني مش معناته البقية مش حلوين، بالعكس هاي لك أكثر إثارة ولكنها أكثر احتشاما. مي ومي يتكلمون عن اختيارهم لألوان لبسهم الأبيض والأسود. حاولنا نعمل المعادلة بالضبط بين اللونين، أكتر لونين مفضلين لينا. أنا أبيض أكتر لون قريب لقلبي. أنا الأسود كتير بحبه، في ماجنت يعني، لدرجة أنه الأمي بالبيت تتخنق معي وبتقول لي بليز غير اللون الأسود، بس أنا شو ما كان بحس الأسود أحسن شيء. وخاصة هذا دريس حسيته كتير فاشنبل، والكوب تبعه مطلع جسمي بسطت فيه. مي ومي معروفين دايما بحسهم الكوميدي الفرنجز. إلى انترناشنال نيوز هذه المرة، للثنائية السينمائية في هوليوود اللي بتنجح وترجع تستثمر نجاحها مرة أخرى. هذا اللي صار مع ريني روسو وجيك جيلنهول. وكمان بيرجع بيلتقي ليوناردو دي كابريو مع مارغو روبي، براد بيت وتوم كروز. تخيل يا بلال هالخلطة هيك، هالمجموعة الأشخاص شو ممكن يعملوا بفيلم سينمائي؟ أبسولوتلي نجم واحد ومش ملحقين عليه، كيف لما بيكون مجموعة من النجوم أكيد رح تكون أعمال ناجحة. خلونا نشوف تفاصيل التقرير التالي. من بعد ما حقق عدد من النجوم نجاح كبير بالظهور سوا بأفلامهم السينمائية، قرر الكثير منهم العودة للعمل سوا مرة أخرى من أجل تحقيق النجاح ذاته. أبهر كل من أدي ريدمين وفيليسيتي جونز الجمهور بنجاحهم سوا من بعد ما تشاركوا بفيلم The Theory of Everything عام 2014، ويلي فاز عنه أدي بأول جائزة أوسكار له لأفضل ممثل. فقرر الثنائي العمل مجدداً بفيلم الأكشن والمغامرات The Aeronauts، ويلي رح يبدأ تصويره بربيع العام المقبل. سبق وأن اجتمع كل من جيك جيلنهول وروني روسو أمام الكاميرا بفيلم نايت كرولر يلي عرض عام 2014 وأخرجه دان جيلروي، ورشح عنه جيك للفوز بجائزة جولدن جلوبز لأفضل ممثل. مرة جديدة رح يرجعوا يلتقوا جيك ريني ودان بفيلم جديد من علن عن اسمه. أما ليوناردو دي كابريو ومارغو روبي فقد اشتغلوا سوا بفيلم The Wolf of Wall Street يلي عرض عام 2013 وأخرجوا مارتن سكورسيزي، ورشح عنه ليوناردو للفوز بجائزة الأوسكار للمرة الخامسة. وبيجتمع ليوناردو مع مارغو مجدداً بأحد أكثر الأفلام يلي بينتظرها الجمهور للمخرج كوينتين تارنتينو، حيث رح يشاركهم البطولة النجمين براد بيت وتوم كروز. أيضاً رح يجتمع نجم بوليوود المحبوب شاروخان مع ديبيكا بادوكون بفيلم جديد للمخرج أناند الراي، وذلك من بعد ما سبق واشتغلوا سوا بعدة أفلام، بداية من أم شنتي أم عام 2007، مروراً ببيلو عام 2009، وتشينا إكسبرس وبامباي تاكيز عام 2013، حتى فيلم هابي نيو يير عام 2014.
دقايق قليلة مع الإعلان ومنرجع منتابع عربوت، خليكم معنا. النجمات في مهرجان دبي بين 10 على 10 أو 0 على 10. يعني إطلالي شوي غريبة صراحة، مش لعمرة مش لمهرجان دبي عالمي. حقيقة الديو المرتقب بين حمائي وإليسا. مفيش قرار يعني، بس طبعا الفكرة وردة. منافسة قوية على جوائز مهرجان دبي السينمائية. 10 أفلام فعلا مميزة وجيدة. راغب علامة، تفاصيل وتصريحات في لقاء حصري من دبي. أول مرة بعمل براس السنة بلندن. كاثرين مولكر وأسرار لا تنتهي. Princess saw it and so we made this one for her. بما أنه تغطيتنا كبيرة من مهرجان دبي للسينما بفضل فريقنا المميز، خلونا نشوف الآن إطلالات النجمات والنجوم على الريد كاربت، مين كان أحسن ومين كان الأسوأ، من خلال تفاصيل ورأي باولا ربيز من بيروت. فانيسا ويليامز وكيت بلانشيت ويسرى والكثير من النجمات والنجوم تنافسوا بإطلالات مميزة في مهرجان دبي السينمائي. فانيسا ويليامز الممثلة اللي كلنا بنعرفها بأغليباتي كانت ميس يو اس اي، تنعد من أحلى ستات على الكرة الأرضية، لبسة إطلالة كتير أنيقة وفيها احترام للبلد اللي هي موجودة فيه. أهم شيء نحكي عن الممثلة الأكثر شيء مشهورة هي كيت بلانشيت، طلت بأنسامبل مارني مطبوع من طبعتين بعد عن بعض كتير. يعني إطلالي شوي غريبة صراحة، مش لعمرة مش لمهرجان دبي عالمي. يسرى عندها جمال بيشبه أكتر البلاد الروسية سكندينافية، مش جمال مثل ما نحن عنا بالشرق الأوسط. لبسة إطلالي كتير مميزة، كتير هوليوود ريد كاربت. أما منى شلبي ومي سليم وهند صبري وغيرهم الكثير تعرضوا لبعض الانتقادات. منى شلبي بتتمتع بتفاصيل ناعمة ووجه كثير حلو، هل إطلالة بالزيت في فشل الميك اب مش لعمرها، الشعر القصير لورا كثير تسريحة مكبرتها والفستان مضخمة. مي سليم لابسة قطعة أبدا منا ملائمة لريد كاربت 2017، فستان بحد ذاته حلو بس منه فستان خرج ريد كاربت، اللون شتوي زيادة. هند صبري الممثلة المشهورة كتير لبسة قطعة لون غريب شوي للريد كاربت، كتير حلو اللون ومفصلت لجسمها بطريقة كتير حلوة، بس في كتير تفاصيل على الكتف مثل الخصون الشجر متقلين للسيلوات تبعيتها. منى زكي لبسة إطلالة كتير حلوة وجريئة. هلأ أنا بنتقد شغلة وحدة، القصات اللي على الجنب لونهم أبيض بيج، القصات دايماً القصة الفاتحة من برا بتعرض الإنسان. وبرزت إطلالات أخرى كانت مفاجأة لخبراء الموضة والأزياء. صوفيا العمري فاجأتنا هالسنة بإطلالة كتير رقية ليدي لايك، هي عادة بتلبس كتير حلو بس هالسنة بالذات لبسة إطلالة كتير بسيطة كتير أجنبية. رزان مغربي فورما بوبي، هي كلنا بنعرف إنها نحيفة وصغيرة، لبسة فستان كتير لبقلة من طارق سنو شاب مصمم لبناني. الممثلة التانية اللي كتير برزيت هي الممثلة التركية توبا بيوكستان، بهالمهرجان بالذات عاطي لوك لحالة العشرينات. رجال كمان من النجوم تنفسوا بإطلالات جديدة ومبتكرة. باتريك ستوارت لبس تكسيدو جنتلمان خارج ملائم لعمره ولشخصيته. إرفان خان الممثل الهندي إطلالاته شوي غريبة، ألوانه كتير قوية.
تابعنا امبارح وقائع الحفل يلي احياه محمد حماقي لصالح احدى الشركات العالميه، اليوم رح نتابع باقي التفاصيل. ابسولوتلي، ومن خلال لقاء فريقنا مع حمائي سالوا هل راح يكون في ديو مع اليسا، خصوصا انه عم نشوفهم مع بعض في صور كثيره مع بعض ونشات بيناتهم صداقه كثير وطيده في فتره قصيره من خلال كواليس برنامج ذا فويس، وان شاء الله يكون في عمل ان شاء الله. أشعل النجم محمد حمائي حفل إطلاق إحدى الشركات العالمية بعدد من أبرز أغاني التي قدمها خلال مشواره الفني بحضور رموز الفن والإعلام والمجتمع. ما كانش ينفع نقابل حمائي من غير ما نسأله عن إشاعة وجود ديوم مع إليسا، وده بعد انتشار صور كتير ليهم. والله لسه دلوقتي مفيش حاجة، يعني مفيش قرار يعني، بس طبعا الفكرة واردة. أنا بلاقي إنه مشاركة أي نجم أو أي فنان بإيفنت، خاصة إيفنت فيها شركات، هيدا الشيء بيشرف وبيشجع الاقتصاد والتجارة، وهيدا من دورنا إنه إحنا نكون متواجدين بالإيفنتات هيدا. سعيدة جداً أنه أنا بتواجد بأهم الإيفنتس بالقاهرة، وسعيدة أنه أنا بهالطريقة براقب شو عم بيصير على الساحة الفنية، الاقتصادية، التجارية، الصناعية، الرياضية، الطبية. كل حاجة فيها حاجة إضافة لمصر بأي شكل من الأشكال لازم كلنا نبقى موجودين، وخصوصا ان انت هنا بتتكلمي على اقتصاد، على صناعه، فدي حاجه كلنا لازم نبقى واقفين فيها وكلنا لازم نشجعها. خلونا نروح عند الناقد السينمائي الياس دمر، عن شو رح يحكينا اليوم بلال الياس؟ رح يخبرنا اليوم عن أونكور، مهرجان دبي السينمائي، بيخبرنا عن المسابقة والأفلام، لأنه في الأيام اللي فاتت كنا عم نحكي مين لبس ومين ما لبس. Actually there is a competition بالمهرجان السينما، في جوائز وفي أفلام عم تتسابق. دمر رح يعطينا أخبار السباق وترشيحاته مين اللي رح يفوز بجائزة مهرجان دبي السينمائي. نشوف مع بعض. 10 أفلام فعلا مميزة وجيدة، وكل فيلم منه إلى مكانة. أول فيلم ممكن نحن ما نذكره أو نتذكر ودغري بيجي على بالي هو فيلم دانكيرك، واللي هو التحفة السينمائية للمخرج المبدع العالمي كريستوفر نولان، واللي فعلا بعظمته الإخراجية روينا قصة من قصة الحرب العالمية الثانية اللي هي قصة دانكيرك، وأكيد هذا الفيلم اللي راح يكون حصته بضمن جوائز الأوسكار. You can practically see it from here. What? Home. رح تلاقي تحفة سينمائية مبهرة بصريا. الجزء الثاني لبلاي رانر اللي شفناه الجزء الأول 1982 35 سنة، وما كنا فعلا متوقعين أن رح يكون الجزء الثاني بهالقوة، ولكن المخرج المبدع الكندي لوليف نيف فعلا عطينا بلاي رانر 2049 اللي اعتبرته أنا إن كان إخراجيا أو حتى صوريا بقيادة روجر ديكنز، اللي اعتبر هو من أصعب الأفلام تنفيذا بتصويره، فعلا كان مبدع. Things were simpler then. الفيلم الثالث اللي كان اخترته لعله كمان هو يعتبر اكثر افلام مفاجاه، ليه تمكن من انه يحقق ما تخطى ال 250 مليون دولار عالميا، واللي هو فيلم Get Out. هذا فيلم الرعب التشويقي المثير، كان ذكي جدا بطريقه طرحه لاحد المواضيع واللي هو موضوع العنصريه بين البيض والسود. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving. I asked to see his ID. الفيلم استغرق العمل عليه 7 سنوات من قبل 125 استماع عالمي، تم استخدامه من كل أنحاء العالم لحتى يرسموا 65 ألف لوحة زيتية بنفس الطريقة اللي بيرسم فيها فينسنت فان جوغ. والفيلم اسمه Loving Vincent، هو يروي آخر مراحل حياته لفينسنت فان جوغ. Vincent van Gogh killed himself. How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? ننتقل لفيلم يعني إذا بدك صادم، اللي هو The Killing of a Sacred Deer. يورغوس بعنوان إذا بدك أو بصفة ما لقيت أفضل منها لحتى نحكي عن هذا الفيلم، واللي هي العبثية.
وما أصعب أنه يعني نعالج العبثية بفيلم. وأنا بعتبر أنه يورجوس لانتيموس عبث بالعبثية بطريقة ولا أروع ونفذها بطريقة جدا واقعية وبنصدقها. ننتقل للفيلم السادس لأنه بيرجعوا بيجتمعوا هدول الممثلين بفيلم The Beguiled اللي هو ريميك أو استعادة عن فيلم 1971 اللي كان بوقتها من تمثيل كلينت إيستوود. بيجتمعوا هذا الفيلم من إمضاء المخرجة صوفيا كوبولا, ونعرف نحن قد إيه فعلا كوبولا عندها أفلام مميزة. I need rags, I need chloroform. Go to the smokehouse, get the saw now. The Square فعلا كمان فيلم خضنا بمهرجان كان لأنه طرح كمان بطريقة جدا مستفزة وجدلية واقع مجتمعنا. أنا اعتبرته دراما ساخرة مؤثرة مرآة لما يعني هذا المجتمع من سطحية من أنينية وفعلا من غياب الشجاعة الأخلاقية. فيلم كمان أنا بعتبر أنه عنده حصة بالأوسكارات. What are the biggest challenges in running a museum? We're a museum of modern and contemporary art. الفيلم الثامن واللي هو فيلم City of Ghosts. الفيلم هو عبارة عن مجموعة هالشبان اللي أطلقوا هاشتاج الرق تذبح بصمت, وقاموا بعمل تحرير وعمل صحفي وعليه مجهود فردي إن منه صحفيين من أجل إبراز الحقيقة للعالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشوف فعلا قضية استبسال وشجاعة لمثيل لها بفيلم City of Ghosts. بالنسبة لنا ما بأي مكان آمن بالعالم. تاسعاً مع فيلم The Insult أو قضية رقم 23, الفيلم اللي بيحكي بكل بساطة قصة تصادم شخصيتين حاملة كلها شخصية مقاسية من أيام الحرب, وبتكبر مشكلة بيناتهم تتحول إلى حرب وطنية أو مسألة وطنية. يعني بهددون يعني بهددوا عائلتي وبنتك لأنه قضية حقيقة. أي حقيقة توني؟ وأخيراً وليس آخراً أكيد العودة إلى السينما المصرية مع أحد كمان أروع الأفلام اللي نيل ثناء النقاد بانطلاقته مهرجان تورونتو السينمائي الدولي, وهو الشيخ جاكسون مع أداء رائع لكل الشباب اللي فيه. الفيلم جيد جدا لدرجة أنه اخترته مصر لحتى يمثلها في مسابقة الترشيحات إلى أوسكار أفضل فيلم أجنبي. علمني حلمي المحال أشب فوق الخيال أحلامي تخلف سؤال. Time for break. فاصل قصير وراجعين ما تروحوش بعيد, تفضلوا. أين سيستقبل راغب علامة عام 2018؟ على رأس السنة إن شاء الله حكون بلندن. انتظروا معلومات سرية عن كاثرين وولكر وعلاقتها بالأميرة ديانا. She sent us a beautiful letter afterwards. أحلى سوبر ستار راغب علامة حفل كتير كبير بدراغون مول دبي, وخلال لقائنا معه خبرنا عن جديده ووين رح يستقبل سنة 2018. أبسولوتلي, هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى علق عليها كان سبق أنه برر, ولكن رجعت إلهام سألته عن قضيته مع سيمون أسمر اللي قال أنه هو نكر للجميل. هذا بالإضافة إلى أشياء كتير كتير أخرى. خلونا نشوف حوار السوبر ستار مع إلهام في دبي. بدأ السوبر ستار راغب علامة حفل دراغون مارت 2 بأغنية ليالينا القديمة وسط هتافات وتصفيق غير مسبوق من الجمهور اللي ملى المول. قدم في الحفل مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة واللي لاق التفاعل كبير من محبيه, وبخاصة أغنية قلبي عشقها واللي حافظ على نجاحها طيلة 25 عام. أطل السوبر ستار راغب علامة على جمهوره مرتدياً ملابس شبابية, فكان قريباً من الجمهور قلباً وقالباً, وكان حابب جداً تجربة الغناء لجمهور مول تجاري. حلو أنه يجي العالم يستمعوا ونغني لهم, بيكون شغلة غير تقليدية ومفتوحة اللذة, أنه في كتير عالم يمكن ما عندهم الوسيلة أنه يقدروا يحضرونا بكتير أماكن, هلأ عندهم الوسيلة أنه يحضرونا هون, فبنبسط اني اشوف هالعالم. كانت سنه ممتازه بالنسبه لي على الصعيد الفني ونجاحات كبيره جدا الحمد لله, كل شيء كنت راضي عنه الحمد لله. راغب هيكون مشغول جدا في الفتره القادمه بالتحضيرات لحفلات كتير اهمها حفل راس السنه. احنا عندنا حفله بالسويد وعندنا حفله بالدنمارك, وبعدين اللي عودي على بيروت لاحتفالات خاصه,
وعلى راس السنه ان شاء الله حكون بلندن، وهي اول مره بعمل براس السنه بلندن. بعيدا عن الحفلات بيحضر حاليا لعدد من الاغنيات، فما تفاصيلها؟ عندي اغاني جديده كثير حلوه ستسجل من بعد راس السنه، وباذن الله قبل الصيف ما بعرف اي متى حتبلشوا تسمعوا البوم. هالمره بعتقد الاتجاه لالبوم. راغب علامة رد من فترة على تويتر على اتهامات المخرج اللبناني سيمون أسمر بقلة الوفاء ونكران فضله عليه. حكي كلام غير حقيقي، وكان من واجبي اني رد على الكلام، بالأخص أنه لما يعني ينسب شيء إليه لم يكن موجوداً على الإطلاق، ويسحب هذا الشيء من والدتي الله يرحمها يلي قدمت الغالي ورخيص قدامي. هل هيوافق على دخول أولاده الوسط الفني؟ ولا، ما عندهم اتجاهات بالفن أبداً، ما عندهم ميول أنه يعملوا بالفن، لكن هم فنانين جداً بالفطرة، يسمعوا كتير حلو، عندهم دينة كتير حلوة، عندهم مزوقين جداً، وأهم شيء خلاقين يعني، وبياخد رأيهم بكثير من المواضيع. نتمنى للسوبر ستار راغب علامة النجاح في كل مشاريعه القادمة. امبارح حكينا عن وتعرفنا عن كاثرين ووكر المصممة الشهيرة اللي اقترن اسمها باسم الأميرة ديانا، وتعرفنا على مسيو سعيد سايرس اللي هو زوجها واللي استلم الدار. اليوم راح نعرف كل تفاصيل العلاقة اللي كانت بين كاثرين والليدي ديانا، أهم الأزياء والفساتين اللي صممت لها إياهم، وتفاصيل يمكن ما بيعرفهاش الكثيرين عن قصة كل فستان. خلونا نشوف التقرير التالي مع بعض. ديانا الخجولة، هكذا لقبت الصحف البريطانية الأميرة ديانا في بداية زواجها من الأمير تشارلز. في تلك المرحلة كانت تفضل ارتداء ثياب ذات الألوان الخافتة والأكمام المنتفخة. بدأت بعدها ديانا مرحلة جديدة في عالم الأزياء الملكية، وبها كسرت أميرة ويلز قواعدها، فكانت أول أميرة ترتدي سراويل في الحفلات المسائية، وارتدت الأسود في مناسبات عديدة رغم أن أفراد العائلة المالكة لا يرتدونه إلا في العزاء، وتصدرت بأزيائها الأنيقة الآخذة أغلفة أشهر المجلات العالم، وبسبب أزيائها تلك لقبت ديانا بالأميرة ذات البهاء الملكي. نقطة التحول في أزياء ديانا كانت وراءها اسم، وهي كاثرين ووكر، والتي أصبحت بعد فترة قصيرة من تعاونهم مع بعض مصممتها المفضلة. فكان علينا أن نذهب إلى الدار كي نتعرف على سر سحر ملابس أميرة ويلز. The relationship between Princess Diana and Catherine was not a relationship between a designer and a princess. There was something different, a complicity, something magic, shall we say? There was a good relationship. It lasted for 16 years. First time we met her was in February 1982. Mm-hmm. And from that moment until the time of her death, there was no break in the things that we were making for her. هذه بعض القطع النادرة اللي لبستها ليدي ديانا، واللي طبعا من تصميم كاثرين ووكر، تعتبر من قطع لا تقدر بثمن،
أول شيء لأنها ما تلبستش من ولا حد ثاني غير من الأميرة ديانا، ولسه موجود فيها الDNA متاعها. تمرست ديانا في ارتداء الفستان المناسب في الظرف المناسب، وساعدتها في ذلك ووكا، فكانت ترتدي الألوان الزاهية عندما تزور المستشفيات لكي تبدو ودية وقريبة من الناس. I remember on this occasion she was visiting the Royal Brompton Hospital in 1997, and she chose this blue suit. It has these bright buttons, which are quite sort of, how should I say, they're fun, and I think this is a typical example of what the princess used to wear as workwear. وفي زيارتها للخارج كانت تختار ملابس مستوحاة من البلد اللي بتزوره. We as designers had to put something into the design which was echoing the country she was going to visit. But we also had to remember that where she went, people wanted to see her as a British princess. And you can see that there was a lot of research made on each piece. We used to visit countries wow. before she went. ارتدت Princess of Wales الأسود في أكثر من مناسبة، ومنها هذا الفستان الذي ارتدته خلال حفل عشاء اليونسكو بقصر فرساي بباريس. It's excellent from that point of view, because if you look at the neckline, it's frames the face in the same way as the palace interior frames the light. And we wanted her face to shine like a light. هذا الفستان الأبيض كان له مكانة خاصة في قلب ديانا، وقامت بإرسال جواب خاص لووكا بعدما ارتدته في واشنطن في 1996. This dress was in our collection, 1996 autumn winter. And the princess saw it, and so we made this one for her. Same as the design in the collection, but just for her. And she sent us a beautiful letter afterwards, which said how much she appreciated the dress and how confident she felt wearing it. كان هذا واحد من آخر الفساتين اللي ارتدتها الأميرة ديانا من كاثرين ووكا قبل وفاتها بقليل، لكن أميرة ويلز كانت وإلى الآن أيقونة في أوساط الموضة ومتربعة على عرش الأناقة. أسلوبها في اختيار الملابس ما زال مصدر وحي لصفوف المصممين إلى الآن وحتى للأميرات الجدد. هذا كل ما لدينا في عرب ود الليلة، كانت حلقة خاصة من لندن، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أكيد حلقة جديدة بانتظاركم بكرة بنفس الموعد. باي باي. تشاو.